بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتري نسكوب. النهاردة أخبار كتيرة وعاجلة وكلها بالمصادر بإذن الله حسب ما تعودنا، وهتظهر المصادر قدامكم على الشاشة لما نحكي كل خبر. هنقول الأخبار بسرعة جدا علشان وقتكم، لكن الأول عاوز أقول عناوين الأخبار بسرعة جدا. الأسد عطاف ينسحب من جلسة لمجلس الأمن، وهنعرف السبب بإذن الله. الجزائر تدعم السعودية، وهنعرف إيه القصة إن شاء الله. والجزائر تقرر استخدام تكنولوجيا أمريكية في مشروع حيوي جدا بالجزائر، وهنتكلم عنه بإذن الله. وزير جزائري يطير إلى روسيا، يا ترى ليه؟ سوناطراك تعتزم إطلاق مشروع بمليار دولار. كل الأخبار دي بإذن الله هحاول أتكلمكم فيها بسرعة جدا، ويلا نبدأ في التفاصيل على بركة الله. بالنسبة لسوناطراك عاوزة تعمل مشروع بمليار دولار، وحسب موقع وكالة العربية المشروع عبارة عن زراعة 420 مليون شجرة على مدار 10 سنوات. هيجي واحد من ولاية وهران هيقول لي إيه الهدف من المشروع ده؟ الهدف منه تقليل انبعاثات الكربون لتحسين المناخ وتقليل الاحتباس الحراري. ندخل على خبر سريع خاص بالرياضة. الجزائر تساند ترشح المملكة السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034. ونقول خبر اقتصادي بسرعة. وزير الفلاحة الجزائري عنده زيارة عمل إلى روسيا لمدة يومين ابتداء من اليوم، لحضور دورة مشتركة مع الجانب الروسي لمناقشة مختلف مجالات التعاون بين الجزائر وروسيا زي التعاون الاقتصادي والعلمي وغيرهم. نيجي بقى للخبر اللي يخص التكنولوجيا الأمريكية. طبعا احنا عارفين الجزائر قامت ببناء محطات تحلية لمياه البحر، ومستمرة في بناء هذه المحطات، يعني بتبني محطات كمان. وطبعا محطات التحلية بتحتاج كميات طاقة كبيرة. المهم الجزائر تعاقدت على تكنولوجيا أمريكية تقدر ب 28 مليون دولار أمريكي. إيه هتستفاد، يعني إيه هنستفاد من التكنولوجيا الأمريكية يا مصري؟ واحد هيقول لي كده باختصار شديد هنستفاد تقليل استخدام الطاقة في محطات التحلية. آخر خبر وأنا فخور به جدا، الوفد الجزائري برئاسة الأسد عطاف كانوا بيحضروا جلسة في مجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين. وبعد ما أخذ ممثل الكيان الكلمة، يعني ممثل الكيان هيتكلم أو يعني خلاص ابتدى يتكلم، قرر الانسحاب الوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية عطاف. وبعد انسحاب الجزائر ممثلين لدول اخرى انسحبوا هم كمان علشان ما يسمعوش الصهيوني هيقول ايه. تعتبر هذه رسالة الى المجتمع الدولي ان الكيان مجرد اكذوبة، واحنا مش هنقعد نسمع ممثل الكيان ونحضر المسرحية دي. في نهاية الحلقة، حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.